وهي الأقدار تتيح للمشاهد العربي رؤية الحلب على الهواء مباشرة وبلا مواربة. وأنت تشاهد أمير قطر في حضرة الرئيس الأمريكي ترامب، تأخذك الذاكرة إلى الماضي القريب والقريب جدا، حين عزفت قناة الجزيرة عبر تقاريرها مقطوعة سياسية فيها الكثير من الإنشاء لتأليب الرأي العام على السعودية وملكها وولي عهدها محمد بن سلمان، وإظهاره على أنه مجرد زبون ليس إلا في صالونات البيت الأبيض. هنا مضارب الحلاب الأعظم، هنا مضارب الحلاب الأعظم. ولكن الحلاب الأعظم بدا غير مضطر لتقديم عروض وبضائع يقنع بها الأمير تميم، فالرجل قدم كل شيء دون مقابل ولم يكلف الإدارة الأمريكية قرشا واحدا، فاطمأن ترامب وطمأن الأمريكيين بأن جيوبهم ستأخذ ولن تعطي. And I understand there's been another $8 billion invested. Thank goodness it was mostly your money, not ours. In fact, even better, it was all of their money, not ours. That's even better. الجزيرة استعارت من روما القديمة مصطلح الزبائنية لنعت العلاقات السعودية الأمريكية به، وهو مصطلح مفاده العلاقة غير المتكافئة بين راع وعميل أدنى منه. تقوم الزبائنية على وجود راع وعميل أدنى منه، بينهما علاقة تقوم على منافع متبادلة، لكن الأهم أنها غير متكافئة. ولكن ما جرى بين ترامب وتميم لم تكن علاقة زبائنية، بل كانت أشبه بالعبودية السياسية يفخر بها مصرف المال بأنه حقق رضا السيد وهواجسه بتأمين الوظائف لنصف مليون من الأمريكيين، ويطمئنه بأنه دفع 185 مليار دولار، وهو رقم ضخم بالنسبة لدولة مثل قطر، بل إنه يتباهى في مدلة واضحة بالعجز المالي لصالح الولايات المتحدة على حساب القطريين. Our mutual economic partnership is estimated at $185 billion. A number which we both intend to grow. This has already created more than 500,000 American jobs. And in Qatar, America is the number one source of imports. You should all be happy, especially you, Mr. President, to hear that there is a trade deficit between our countries that favors the United States of America. وأثناء تغطية القناة القطرية للاجتماع الكبير، ربما عجز مترجم قناة الجزيرة عن حلب مفردات اللغة، فتلعثم خجلا حين سمع ما يقوله الرئيس الأمريكي لأمير قطر. وأنا أعلم بأنه سيكون هناك تقريبا 8 مليارات من الاستثمارات، ولكن ولقد كنتم صديقا رائعا، وأنني أتطلع إلى لقائكم غدا. وها هي الصحف الأمريكية تختصر المشهد حين تحدثت عن دلالات العشاء الكبير الذي أقامه ترامب لتميم في وزارة الخزانة دون غيرها من الأماكن، حيث اختلى الحلاب الأعظم بالأموال القطرية في بيت الكاش الأمريكي، وربما قد تم الحلب بنجاح. وها هي الأقدار تتيح للمشاهد العربي رؤية الحلب على الهواء مباشرة وبلا مواربة. Our mutual economic partnership is estimated at $185 billion. This has already created more than 500,000 American jobs. Thank goodness it was mostly your money, not ours. In fact, even better, it was all of their money, not ours. That's even better. عبد الحليم، إرم.